ارحب مبدئيا باسطوره كبيره في عالم التدريب وينفرد تشايفر، اهلا بيك. اشكر حضرتك على مقدمتك الجميله، اسعدتني كثيرا. لا ده حقه طبعا، لكن خليني ابدا في البدايه. الحقيقه طبعا ما اعرفش هل تابعت مباراه الاهلي والدحيل القطري امبارح في بطوله كاس العالم للانديه ولا لا؟ كنت اتفرجت عليهم على التلفزيون، وكانت بالنسبة لي مباراة مهمة جدا. أنا كنت عايز أشوف الأهلي هيلعب إزاي، لأنه واحد من أحب الفرق إلى قلبي في أفريقيا. أنا بحب الفريق ده وبحب الكرة بتاعتهم، وامبارح في النص الأولاني أنا شفت الفريق بيلعب الأهلي بطريقة جميلة جدا، كان في ضغط جامد قوي وبدقة شديدة، ولكن مع النص الثاني ابتديت اشوف تراجع صغير. اتمنى ان ده ما يكونش بسبب مشكله، ابتديتوا تدوا فرص اكتر للدحيل انه يحرز اجوان في النص الثاني. وانا شايف ان لو هتلعبوا مع بايرن ميونخ لازم النهارده يكون الضغط مستمر عشان الماتش يعدي ويوصل بينا للفاينل. طيب من وجهه نظرك مين اكتر لاعب لفت نظرك في مباراه الاهلي؟ بالنسبه لي كان الجون هو كان افضل واحد، محمد الشناوي. محمد الشناوي هو جون جميل جدا وحافظ شباكه، وكذلك اللي عجبني اكتر هو التعامل مع بعض كاعضاء لفريق واحد، كانوا كلهم بيلعبوا بروح واحده بروح الفريق الراجح، وده امتعني كثيرا. تمام.